السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة النهاردة تتكلم عن تفسير ورؤية الخروج بدون حجاب في المنام. تفسير رؤية الخروج بدون حجاب في المنام، فسر ابن سيرين رؤية الخروج بدون حجاب بأنها دلالة على أن الرأي يعاني من الحظ السيء في حياته. أما عن رؤية خلع الحجاب الأسود في المنام، تكون هذه الرؤية دلالة على التخلص من الحسد والهموم والمشاكل. أما عند رؤية الحالم في المنام بخلع الحجاب الأبيض، تكون هذه الرؤية دلالة على أن الحالم يقوم بارتكاب المعاصي. بينما إذا رأى الرجل فتاة دون حجاب، تكون الرؤية دلالة على أن هذا الرجل يقوم بأعمال صالحة. تفسير رؤية الخروج بدون حجاب في المنام، عند رؤية الرجل في المنام فتاة بدون حجاب وهي في الأصل محجبة، تكون هذه الرؤية بشارة بزواجه من هذه الفتاة. بينما رؤية الرجل بأنه يتزوج فتاة تكشف نصف شعرها، تكون هذه الرؤية عبارة عن فقدان هذه الفتاة حياءها. تفسير خلع الحجاب في المنام للعزباء، عند رؤية الفتاة بأنها تخلع الحجاب أمام الرجل وهو ليس من محارمها، تكون الرؤية دلالة على تزوجها من هذا الرجل. عند رؤية العزباء بأنها ترتدي الحجاب ثم تخلعه ثم ترتديه مرة أخرى، تكون الرؤية دلالة على أنها سوف تختار شخص خطأ. إذا رأت الفتاة العزباء بأنها خرجت وكشفت شعرها في الشارع، دلالة على أن سر هذه الفتاة سوف يكشف. كما أن هذه الرؤية تكون دلالة على وقوع الرائية في كثير من المشاكل بالنسبة لرؤية العزباء، بأنها تخرج وشعرها مكشوف، دلالة على أنه سيسمع الناس خبر عنها وسوف يسمع وسيسعدون به ولم يسبب لها أي ضرر. إذا حلمت العزباء بأنها تخرج من المنزل وشعرها مكشوف ورأت شاب يعطي لها غطاء تستتر به نفسها، دلالة على أنها سوف تتزوج من شاب يعطيها على أول طريق العبادة. أما إذا رأت العزباء بأنها تقوم بكشف شعرها أمام الناس، تكون دلالة على أنها سوف تقع في فضيحة كبيرة. رؤية الخروج بدون حجاب لابن شاهين، فسر ابن شاهين الخروج بدون حجاب في المنام تكون دلالة على الزوجة الصالحة، كما أن رؤية الحالم الحجاب الأبيض المنزوع دلالة على مرض، كما أن هذه الرؤية تدل على وقوع الرائية في الكثير من المشاكل والأحزان. يقول ابن شاهين، عند قيام المتزوجة خلع حجابها وانكشاف شعرها أمام الجميع ولم تقوم بستره، دلالة على وجود مشاكل بينها وبين زوجها. أما عن رؤية المحجبة بأنها تخلع حجابها الأبيض وقد احترق، دلالة على إصابة زوجها بضرر وربما قتله. إذا رأت العزباء بأنها تقوم بخلع الحجاب أمام أحد الأشخاص المعرفون، تكون الرؤية دلالة على تزوجها منه خلال في وقت قريب. أما إذا حلمت بأنها تخلع الحجاب ثم تعود له من جديد، تكون الرؤية عبارة عن اتخاذها قرار خاطئ ويجب أن تفكر كثيرا. عند رؤية العزباء بأنها تخلع الحجاب في الشارع أمام مجموعة من الناس، دلالة على انكشاف سر كانت تخبئه. إذا حلمت العزباء بأنها تخلع الحجاب ولا تريد أن ترتديه مرة أخرى، تكون الرؤية دلالة على أنها لن تتزوج أبدا. عند مشاهدة الرجل امرأة محجبة تنظر له بهذه الرؤية بشارة له بالزواج. أما عند رؤية الشاب لهذه الرؤية، تكون دلالة على نجاح الرأي وتفوقه. عند رؤية المتزوجة بأنها ترتدي حجاب جديد، تكون الرؤية بشارة بحملها. إذا حلمت المتزوجة بأنها تقوم بأداء الصلاة ولكن بدون ارتداء الحجاب، تكون الرؤية دلالة على أنها تحب التقرب من الله وأداء الفروض. عند رؤية المتزوجة الحجاب في المنام، تكون دلالة على أن حياتها هادئة. إذا رأت المتزوجة بأنها ترتدي الحجاب في المنام، تكون بشارة لها باقتراب موعد حملها. لقد فسر علماء التفسير وتفسير الأحلام بأن رؤية الحامل أيضا تقوم بخلع الحجاب، تعتبر من الرؤية الغير محمودة لأنها تكون دلالة على وجود بعض التعب والمشاكل في فترة ولادتها. أما إذا حلمت الحامل بأنها تقوم بخلع الحجاب الأسود، تكون الرؤية دلالة على أنها سوف تلد بسهولة. عند رؤية الحامل بأنها تكشف شعرها وسط مجموعة من الناس وكان شعرها كثيف ولونه أسود، تكون الرؤية دلالة على موت الجنين. بينما إذا حلمت بأنها غير قادرة على لبس الحجاب، تكون الرؤية دلالة على تعب الزوج. ودي تكون نهاية حلقة النهاردة عن تفسير ورؤية الخروج بدون حجاب في المنام. أتمنى الحلقة تنال إعجابكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وانتظروني في حلقة قادمة من فسر حلمك مع ياسمين.